ما مش محتاجة كلام يعني، مش محتاجة كلام ولا محتاجة ان انت تكون دارس قانون. انا بقول لكم اهو عشان يا جماعة محدش يقول لكم كلام، بس ايه اي حد هتكلموه على فكرة هيقول لكم انا بنفذ اجراءات. على فكرة مفيش حد في الجهات اللي انا بكلمكم فيها دي غلطان، لا الوزير غلطان ولا المديرية غلطانة ولا مجلس ادارة الزمالك غلطان ولا المحكمة طبعا اللي حكمت الحكم غلطانة ولا مرتضى غلطان. لكن اللي هيخش النفق المظلم ويتعك سنة كمان كالعادة نادي الزمالك وجماهيره، نادي الزمالك للألعاب الرياضية. الخلل فين؟ الخلل فين؟ معرفش معرفش، لكن حرام. كلاكيت 10 مرة، سيناريو يعاد للمرة 10، اختلاف ما بين اللائحة الاسترشادية او جاب موجود ما بين اللائحة الاسترشادية بتاعت الاندية وما بين القانون، قانون المدني. وجبت لكم كل القصة يعني. يا ريت يا جماعة لو في محامي تاني عشان أأكد، انا الاستاذ محمد متولي اهو موجود يا جماعة، ده مصر كلها محاميين. ده انا كل ما اقابل حد اسلم عليه يقول لي انا فلان الفلان المحامي، والله مش عارفين تجيبوا محامين على هوا. طيب والله مصر كلها محامين، وكل المحامين اولادهم محامين واحفادهم محامين كلهم، فجيبوا لي حد اكيد سهله. ناس كلهم طبعا الساده المحامين كلهم ساده يعني على دماغنا، وناس كلهم حبايبنا. فالموضوع اكلم لكم المحامي بتاعي، ممكن اطلع فاصل والله اكلم لكم المحامي بتاعي، بس انا متاكد ان اي حد هيخش لنا يقول نفس الكلام. والله يا جماعة القصة زي ما بقول لكم كده، أنا زعلان، أنا زعلان زعلان إن في عوار، في عوار في السيستم وفي النظام. اللي بيدفع ثمنه، اللي بيدفع ثمنه نادي الزمالك وجمهوره، قطب من أقطاب الكرة المصرية لا يستحق، لا يستحق، لا يستحق اللي بيحصل له. كل ما نادي الزمالك يا جماعة يقف على رجله ويبقى قريب من بطولات وياخد بطولات يرجع تاني يقع تاني، عشان خاطر في عوار في النظام. حرام عليكم. الحل فين والعلاج فين؟ انا ما اعرفش، بس اكيد في، اكيد اكيد في ناس، مش اكيد في ناس زيي، ممكن يكونوا اهلاويه كمان على فكره، مش شرط يبقوا زملكاويه، ممكن يكونوا اسماعيلاويه، ممكن يكونوا من ابي يشجعوا الجمهور، ما يعجبهمش ابدا اللي بيحصل ده. احنا يا جماعه في سنه 2023 السيناريو يتكرر تاني بتاع السنين اللي فاتت دي كلها، زي ما مرتضى منصور في 2009 طلع وسمح عليه بان هو يخش الانتخابات قبلها باسبوع، وكان عارف ان هو هيسقط، وكان عارف ان هو هيطعن على الانتخابات، وطعن على الانتخابات ومشى مجلس ممدوح عباس وجات لجان مؤقته، والزمالك دخل في النفق المظلم وفضل ان هو وبتاع، وفي الاخر الناس بتقعد تقول اللعيبه والمدربين وكذا. طب اين المنافسه العادله؟ اديني المنافسه العادله النهارده انا كنادي الزمالك، ان انا على الاقل يا عم يبقى عندي استقرار، وبعد كده بقى يمشي يقول لك ايه اصل السبونسرز والرعاه مش عايزين يخشوا مع الزمالك لانه نادي غير مستقر، وما ذنب جماهيره؟ ايه ذنب لعيبته؟ ايه ذنب موظفيه؟ اذا كان في عوار في السيستم في النظام، في عوار في النظام اهو، اللائحة الاسترشادية بتقول كذا والقانون هيقول كذا، وهترجع تاني القصة من الاول. وهي اللائحة الاسترشادية من نفسها بتقول بعد رد اعتباره يرجع. الله، ألا يوجد عقل بينكم؟ احنا عايزين يا جماعة كورة ورياضة ومنافسة والناس تستمتع بالمنافسة دي، ولا عايزين ناس بتعاني على طول الخط ومش ذنبها؟ على فكرة في جمهور، في واحد ممكن الزمالك
يتغلب ماتشين ثلاثة يبقى المود بتاعه وحش، يطلق مراته، يخرب بيته، يخرب بيته، يطلق مراته، بيتي ببيوت تتخرب واطفال تتشرد. انتوا مش مقدرين، ما ممكن تكونوا مش مقدرين، ممكن يبقى في ناس مش بتوع الرياضه مش مقدره،